هل من السنة لصق القدم بالقدم بالصلاة فتح الرجلين سد الفراغ؟ لم يثبت عن النبي في هذا الشيء صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، فكان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه، وفعل الصحابة اجتهاد منهم، والأظهر أنه حجة فعل الصحابي رضي الله عنه. فنعم يقال أنه من السنة أن الإنسان يلصق قدمه بقدم صاحبه.